السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا وصفة جديدة وهي كرات البطاطس المقرمشة. وصفة سهلة وسريعة وبسيطة واقتصادية جدا جدا، تنفع طبعا لآخر الشهر وتنفع طبعا لأولادنا في المدارس. ممكن نعملها لهم في اللانش بوكس، هيفرحوا بيها قوي قوي، حاجة في منتهى الجمال، والجبنة من جواها بتمط اهي زي ما احنا شايفين. طبعا هنقول الوصفة، بس ما تنسينيش في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتي. كل اللي محتاجينه حاجات متواجدة عندنا في البيت، بطاطستين هنبدأ اهو ان احنا نقشرهم بالطريقة اللي احنا شايفينها ديت كده. خلصنا اهو خلاص التقشير، هنبدأ ان احنا نقطعها مكعبات، اي مكعبات او شكل عشوائي احنا عايزينه، مفيش اي مشكلة خالص. طبعا احنا هنا بعد ما قشرناها غسلناها كويس جدا، وبعد كده هنقطعها زي ما احنا شايفين كده. طبعا ما تنسينيش في التعليق، وما تنسينيش طبعا التعليق الحلو اللي بيفرحني، وما تنسينيش تقولي لي انت بتتابعيني منين بالظبط، لان كل طبعا بيفرحني يا حبايب قلبي. بعد كده خلاص اهو خلصنا تقطيع المكعبات، هنبدا ان احنا نحطها في اي حله او اي وعاء عندنا، وهنبدا ان احنا نغطيها بالميه بالطريقه دي، ونبدا نرفعها على البوتاجاز، وهنحط عليها بس معلقه ملح صغيره. طبعا زي ما احنا شايفين اهي اتسلقت كويس جدا، صفيناها من الميه، وهنبدا بالهراسه بتاعتنا، نهرسها زي ما احنا شايفين كده. حاجه بسم الله ما شاء الله طالعه زي الملبن يا حبيبه قلبي، هي جميله جدا جدا. هنحط عليها معلقه سمنه بلدي زي ما احنا شايفين، او اي سمنه موجوده عندك مش اي مشكله. وهنبدا ان احنا نقلبها، ولازم بقى يلا عشان نبهرها معلقه فلفل اسود صغيره، ومعلقه ملح صغيره عشان نظبط طبعا الملح بتاعها، ومعلقه السبع بهارات. بس كل ده اللي احنا محتاجينه، يبقى معلقه سمنه، معلقه فلفل صغيره، معلقه ملح صغيره، معلقه السبع بهارات صغيره. وهنقلب كويس جدا جدا لغايه ما الخليط كله يمتزج مع بعضه، يبقى بالطريقه ديت. بعد كده هنبدا، ده احنا عندنا اهو ميكس جبن عباره عن جبنه موتزاريلا على شيدر على رومي. عايزه تعملي موتزاريلا بس مفيش اي مشكله يا حبيبه قلبي. هنبدا كده يلا بالمعلقه كده عشان نحاول ان احنا نعمل الكرات كلها تبقى نفس المقاس معانا. وهنبدا طبعا نحشيها اهوت بالجبنه زي ما احنا شايفين كده. صلوا على النبي بقى كده علشان ايه، ربنا يبارك في الاكل ويجعل بركه في الاكل كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلاص كده هنبدا ان احنا اهوت هنخلص الكميه معانا احنا اهوت، بنقيس بالمعلقه عشان نحاول ان كل الكرات تبقى معانا متساويه زي ما احنا شايفين. هنخلص بقى الكميه معانا اهوت، حاجه بسم الله ما شاء الله اقتصاديه جدا جدا. خلصنا الكميه اهو، هنبدا ان احنا ندخلها في الفريزر لمده ربع ساعه. لازم تمسك نفسها عشان تبقى سهله جدا وانت بتعملي الدريسنج بتاعك اللي احنا هنشوفه دلوقتي. هو عباره عن ايه؟ عباره عن نص كوبايه لبن وعليها بيضايه واحده، تمام بالطريقه دي كده. وهنحط طبعا معلقه فلفل اسود صغيره، او يعني ندع فلفل اسود صغيره، حاجه بسيطه جدا عشان بس الزفاره. وهنقلب كويس جدا جدا وهنركنه على جنب. ومعانا حوالي كوبايه بقسماط مطحون وكوبايه كريسبي. الكريسبي ده بيتجاب من عند العلاف يا حبيبه قلبي، او من عند العطار. يلا هنعمل كله كده على بعضه بقى، هنخلط كله على الخليط كله على بعضه، وهنبدا ان احنا بقى ننزل بكرات البطاطس بتاعتنا في اللبن والبيض، وهنبدا ان احنا يلا نعملها في البقسماط على الكريسبي. هتطلع في منتهى الجمال، جميله جدا. افرض انت عايزه تخليها مقرمشه زياده، هترجعي بيها للبن تاني وترجعي فيها بالبقسماط والكريسبي، هتديكي قرمشه ملهاش حل. بعد كده هندخلها ترتاح تاني في التلاجة حوالي 10 دقايق. وبعد كده هنرفع طاسه على النار فيها زيت، اول ما يسخن معانا هننزل بكرات البطاطس بتاعتنا. ما تقلبهاش يا حبيبه قلبي الا لما تتاكدي ان هي خدت لون من الناحيه اللي هي اللي تحت. بعد كده هنبدا نقلب بالطريقه اللي احنا شايفينها دي، حاجه بسم الله ما شاء الله كانت ريحتها جميله جدا، وحاجه اقتصاديه يا حبيبه قلبي، تنفع لاخر الشهر وتنفع لاطفالك هيفرحوا بيها جدا جدا. وان شاء الله يعني انا يعتبر يعني كل يومين بعملها لاولادي. بسم الله ما شاء الله، وده الشكل النهائي، حاجه في منتهى الجمال يا حبايب قلبي، مقرمشه جدا جدا زي ما احنا شايفين اهوت. يعني صوت القرمشه كان في منتهى الجمال، والمطه بتاعت الجبنه باينه معانا اهي، حاجه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، جميله جدا 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 وبالف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايدينا. ما شاء الله جميله جدا جدا، وان شاء الله تعتمديها يا حبيبه قلبي. وطبعا دي في اكلات اخر الشهر، بما اننا داخلين في اخر الشهر، وبالف هنا وشفا، وما تنسينيش في التعليق.